بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد آمين. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال الرب يسوع لتلاميذه: لا تظنوا أني جئت لألقي على الأرض سلاماً، ما جئت لألقي سلاماً بل سيفاً. جئت لأفرق بين الرجل وأبيه، والبنت وأمها، والكنة وحماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباً أو أماً أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابناً أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد نفسه يفقدها، ومن فقد نفسه من أجلي يجدها. المجد لك يا رب، المجد لك. سلام الرب يسوع بقلوبكم جميعا، المشاهدين والمستمعين يلي عم نتأمل طيلة هالأسبوع بهالإنجيل المقدس بكلام ربنا يلي هو كلام الحياة، وهو إذا فينا نقول ينبوع. قد ما ناخد منه نحن بنبقى متعطشين لهالكلمة يلي هي بتعطينا دايما اندفاع بحياتنا، وبتعطينا الطرق يلي فيها نحن منعيش إيماننا المسيحي الحقيقي. نحن وعم نتأمل اليوم هالإنجيل وهالكلام يلي عم بيقولن الرب يسوع. يمكن العديد منا بس يقرأ هالإنجيل بيدخل الاضطراب إلى قلبه، وخاصة بأنه هيدي من المرات يمكن النادرة أو القليلة يلي يسوع المسيح بيستعمل فيها مصطلحات مثل اللي سمعناها، يلي هي: ما جئت لألقي سلاماً بل سيفاً، وجئت لأفرق. إنما بس نتعمق أكتر وأكتر بكلام الرب نفهم شو بيريد الرب بقلنا، وخاصة وبأنه الرب عم بيقلنا هالكلام بسياق حديثه عن الاضطهادات يلي ممكن أنه تكون عم بتواجه الإنسان الحامل لكلمة الله. وبيريد الرب من هالكلام أنه يكون عم بيقلنا بأنه يلي عم يسعى إلى الحقيقة بقلب هيدا العالم رح يكون عم يصطدم بالعديد من المعوقات، لأنه في كتير من الأشخاص وللأسف بقلب عالمنا عم يستفيدوا بمصالحهم وكرمال ذاتهم وأنانيتهم على حساب الحقيقة. فالشخص اللي حامل الحقيقة بيكون عم بيشكل خطر على مصالحهم الذاتية، وحتى هالأشخاص ممكن يكونوا أقرب المقربين لإلنا، ممكن يكونوا من الناس يلي بتربطنا فيهم روابط اجتماعية أو روابط عائلية وعاطفية. هالأشخاص ممكن هن أيضاً يكونوا عم بيأثروا على هالشخص المرسل، ويكونوا عم يمنعوه من أنه يكون عم بيأدي واجب رسالته على أفضل ما يكون هيدي الرسالة. إنما الحق هو دايماً رح ينتصر، والحقيقة، وبس نحكي عن الحقيقة ما فينا نحكي عن حقيقة خارج عن يسوع المسيح، هو يلي قال عن ذاته: أنا الطريق والحق والحياة. إيدتشتاين بتقول بأحدى أقوالها بأنه لا يبحث أحد عن الحقيقة بصدق وحب إلا ويكون في الطريق إلى المسيح. فإذن الحقيقة هي السعي إلى يسوع المسيح يلي هو الحقيقة المطلقة. إنما اليوم يمكن
حلو نسأل شو ممكن إنه يبعد الإنسان عن الحقيقة. مثل ما قلنا بالبداية، الشغلة الأولى يلي ممكن تبعد الإنسان عن الحقيقة أو عن إنه يعلن الحقيقة أو حتى إنه يكون عم بيحارب هيدي الحقيقة، هي المصالح، المصالح الذاتية. لما الإنسان يفضل مصلحته الذاتية على مصلحة المجتمع، هيدي ممكن تبعد الإنسان عن الحقيقة أو حتى ممكن إنه تكون عم بيحارب هيدي الحقيقة. وأيضاً يلي ممكن يبعد الإنسان عن الحقيقة هي الأنانية، يلي مثل المصلحة بتخلينا أيام كتير نكون عم نتشبث بأفكارنا أو عم نعتبر بأنه أفكارنا هي فقط الأفكار الصحيحة، ونحن بس يلي منعرف وغيرنا ما بيعرف شيء، وحتى ممكن ما نسمع إلى الآخرين، وحتى إذا سمعنا لهم ممكن أنه نكون عم نخبي هيدي الأشياء اللي سمعناها لأنه منعتبر حالنا نحن فقط يلي منفهم. هيدي الأنانية يلي نحن مدعوين أنه نتخطيها إلى أنه نكون عم نعيش كجماعة حقيقية عم تسعى إلى الحقيقة بحياتها. وأيضاً يلي ممكن أنه يبعد الإنسان عن الحقيقة هو حب السلطة، يلي هي خطر كتير كبير بداهم هالأشخاص، التسلط على الناس واستعمال السلطة كرمال نكون أكتر عم نحط إيدنا على الآخرين وعم نتسلط على الآخرين ببعد وبعد كتير كبير عن شو بيوصينا ربنا يسوع المسيح. يسوع هو مثال لألنا للسلطة، هو يلي قالنا كبيركم هو خادم لكم. وبالغسل منشوف بيعلمنا يسوع كيف هو الإله والإنسان، هو ابن الله المتجسد، كيف سجد إلى الأرض وانحنى على أقدام التلاميذ وغسل هيدي الأقدام حتى يعلمنا بأنه السلطة هي أنه نكون عم ناخد صورة العبد يلي أخذها يسوع المسيح، والسلطة هي خدمة ووصينا ألنا اقتدوا به. وأيضاً يلي ممكن يبعد الإنسان عن الحقيقة هي الشهوات، الشهوات يلي هي على أنواعها وأنواعها كثيرة جداً، منا شهوات مادية ومنا ملذات مادية واجتماعية وتسلط وعاطفية وجسدية. كل هالشهوات ممكن بأوقات كتيرة عندما الإنسان ينغمس فيها تكون أيضاً عم بتبعد عن الحقيقة، وبتكون هي طريق إلى الانغماس بالخطيئة أكثر وأكثر. ويلي أيضاً ببعد الإنسان عن الحقيقة هي لما يكون عنده روح السيطرة عن الآخرين، روح القوة يلي ممكن الإنسان يفرض أفكاره على الآخرين وما يكون عم ياخد بأراء الآخرين لأنه بيمتلك هو القوة ويكون عم يتسلط على الآخرين، إنما انطلاقاً من القديس بولس نحن منعرف بقوتنا هي منا قوة تسلط على الآخرين، إنما نحن أقوياء بيلي بقوينا برب يسوع المسيح يلي بيعطينا دايماً هو القوة وقوتنا من قوته. رغم كل هالأمور يلي ممكن يكون الإنسان عم بعيشها وممكن نحن أيضاً نعيشها بحياتنا أو ممكن نكون عم نواجهها، لأنه بس نتأمل فيها منعرف أنه نحن وخاصة بزماننا الحاضر عم نواجه كل هيدي الأمور. رغم كل هالأمور نحن الرب بيدعينا رغم كل الظروف بحياتنا نكون عم نسعى إلى الحقيقة حتى نربح بالدرجة الأولى زواتنا. بينهي الرب يسوع هالإنجيل بقلنا من وجد نفسه يفقدها ومن فقد نفسه من أجلي يجدها. اليوم سؤال لقلنا قديش نحن قدام كل المغريات، قدام كل يمكن الأمور يلي نحن منعيشها بحياتنا، قديش نحن عم نسعى إلى الحقيقة وفقط إلى الحقيقة. بيقول القديس أغسطينوس جملة جميلة جداً،
أنت كنت في داخلي وأنا خارجا عن نفسي، وفي الخارج بحثت عنك طويلا. أنت كنت معي وأنا لم أكن معك، دعوتني وصرخت بي فانتصر صوتك على صممي وسطع نورك يبدد عماي. يمكن نحن نعم منكون بعيد عن ربنا، نحن منبعد عنه، إنما الرب موجود معنا وموجود بداخلنا. خلوا صوت الرب هو ينتصر بحياتنا، خلونا جميعا نمشي على أنوار الحقيقة حتى أولا وأخيرا نحن نربح زواتنا. آمين.